بسم الله الرحمن الرحيم. كبحرينيين نعيش هنا في المنفى، أتينا لكي نعتصم أمام المعرض الدولي الذي يقام من أجل إقامة المعرض الاقتصادي الإسلامي، والذي يحضره العديد من رؤساء الدول الإسلامية. وكان من بين هذه الحضور المجرم سلمان بن حمد ابن الطاغية حمد بن سلمان. أتينا هنا لكي نعبر عن صوت أبناء شعبنا الذي يطارد هذا المجرم ويطارد أزلام هذا النظام أينما ذهبوا. هم يأتون هنا بشكل مستمر إلى بريطانيا من أجل أن يعوضوا النقص الذي أصاب هذا النظام الخليفي نتيجة رفض العالم أن يقيم أي علاقة أو تعامل مع أفراد هذا النظام، نتيجة ما قاموا به من جرائم ضد أبناء الشعب البحريني من قتل ومن سجن رموزه وغيرها من جرائم. أتينا هنا لكي نصل صوت أبناء الشعب البحريني لكي يعبر عن رفضه لهذا الطاغية وعن استقباله وعن دعمه وعن أي وسيلة تقوي هذا النظام. الحمد لله، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في إيصال هذا الصوت، وقد رفعنا العديد من الشعارات التي تعبر عن مطالب أبناء الشعب البحريني وتستنكر جرائم هذا النظام. الخزي والعار لهذا النظام والخلود لأبناء الشعب البحريني.